دكتورة إيمان الأنصاري من جمعية لب الأمل أطباء الأسنان. جينا اليوم لمدينة الدار البيضاء تلبية لطلب جمعية تواد الخير للتنمية. جينا اليوم لتلبية احتياجات سكينة دوار أدوار جماعة بوسحاب إقليم الشوكة أيت بها. شخصيا اليوم تواجدت بقسم علاجات اللبية وعلاجات التسوس. الحمد لله استطعنا لحد الساعة أننا نلبيو طلبات ديال جميع الناس اللي تقدموا حتى لدابا. وبصفة عامة الطاقم الطبي كاملو في جميع الأقسام سواء في العلاجات اللبية سواء في خلع أو إزالة الترسبات استطعنا أننا نلبيو لحد الساعة الحمد لله جميع الطلبات اللي تقدموا. وإن شاء الله إحنا مجندين باش نكملوا المهمة ديالنا على أتم وجه. وبغيت نعاود نجدد الشكر للجمعية المحلية والسلطات المحلية اللي سهروا وكيبان في التنظيم ديال القافلة أنهم سهروا على توفير جميع المرافق اللازمة باش يدوز في هذا الشيء على أتم وجه. ونبغي نعاود نجدد الشكر لجميع الساكنة اللي هنايا على حسن الاستقبال وشكرا. يوسف جوشة رئيس ومؤسس جمعية لب الأمل لأطباء الأسنان. اليوم كنتواجدوا بدوار أدوار جماعة سيدي بوسحاب الشوكة إتباها بشراكة مع جمعية تودة للخير وللتنمية. جمعية لب الأمل لأطباء الأسنان كتقوم بهذه المبادرة هذه بهذه القافلة اللي كتمثل في علاجات لصحة الفم والأسنان واللي كت فيها بزاف ديال الفروع سواء العلاج ديال الأسنان سواء إزالة الترسبات سواء قلع الأسنان سواء يعني تقديم بعض الأدوية بالنسبة للناس اللي تعذر أننا نخدموا لهم ولأنهم كيحتاجوا بعض التحاليل الخاصة. ألوغ شكر موجه لجميع الفئات جميع الفعاليات الجمعوية جماعة جميع المشاركين والمنخرطين في هذا العمل هذا واللي الحمد لله لقى واحد الإقبال ولقى واحد الصدى طيب عند الساكنة ديال المنطقة هذه. ألوغ كنتمناو الاستمرارية والنجاح ديال القافلة هذه فيما تبقى منها إن شاء الله ونتمنى أن تعم بحال هذه المبادرات هذه جميع مناطق المملكة وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. معكم العربي الفرح رئيس جمعية توادل الخير للتنمية هنا بدوار أدوار إيضا وقران جماعة سيدي بوصحاب إقليم شتوكا إتباها. نحن اليوم هنا نواصل الحملة الطبية التي نظمناها بالمركب السوسيو تربوي التابع للجمعية، الحملة الطبية التي هي في طب الأسنان بشراكة مع جمعية لب الأمل لأطباء الأسنان بالمحمدية. هذه الحملة الطبية استهدفت مجموعة من الدواوير هنا بمنطقة إيضا وقران، واستهدفت مختلف الشرائح الاجتماعية الرجال والنساء الكبار والصغار، كذلك استهدفت مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى حدود الساعة استفاد من الحملة ما يقارب 300 مستفيد إلى حدود الآن. أود الآن أن أجدد الشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة الطبية، هذه الحملة الطبية، بدءا بهذه الجمعية، بهذا الطاقم الطبي المنخرط في هذه الجمعية، جمعية لب الأمل لأطباء الأسنان، كذلك السلطات المحلية الذين واكبونا طيلة أيام هذه الحملة الطبية، الجماعة المحلية نجدد لها الشكر، كذلك الجماعة المحلية لسيدي بوصحاب والجماعة المحلية لأيتوادريم. كذلك أود أن أشكر مجموعة من المحسنين الذين ساهموا معنا ماديا ومعنويا في إنجاح هذه الحملة الطبية، وعلى رأسهم الحاج الحسين المخلص الذي دائما يساعد ويشارك معنا في مثل هذه الأعمال الخيرية الاجتماعية هنا بالمنطقة. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.